من مدينة فيقيق المغربية اللي جاية حدا الحدود الجزائرية، غيشد طريقو للرباط العاصمة كطالب في المرة الأولى، وفي المرة الثانية كأستاذ جامعي مشهور. ما كتلقاش شي بلاصة خاوية في القاعات ولا في المدرجات اللي كيلقي فيهم المحاضرات ديالو. السي عبيد كما كيعيطوا له الناس اللي قرب ليه، ولا محمد عابد الجابري عند العامة. تشهر في الأوساط الثقافية والفكرية في المغرب وفي العالم العربي. تشهر بأنه جاب العقل العربي وحطه على المشرحة ديال النقد. كتابه اللي هو نقد العقل العربي تقال عليه باللي اللي قراه ما غيخرجش كما كان قبل ما يقراه، يعني من اللي ساليه غيكون ولا واحد خر. في هذه الحلقة غنحاولوا نرسموا شوية من ملامح السيرة ديال عابد الجابري، واللي عاش أكثر من 75 عام ديال الفكر والثقافة والمعرفة. قبل ما نبداو بغيت نقول لكم بلي عندنا واحد القناة ثانية كننشروا فيها مواضيع ثقافية بالفصحى، سميتها زاوية أخرى بالفصحى. غتلقاو اللين ديالها في صندوق الوصف. دخلوا إلى عجبكم داك الشي اللي فيها، دعمونا بشي اشتراك. تزاد محمد عابد الجابري في عام 1936 في مدينة فيقيق اللي جاية في أقصى شرق المغرب، في واحد البلاصة سميتها زناكة. مور ما انفصل باه على أمه، كبر هو معاها ومع خواله، فلقى عندهم داك الشي اللي فتح ليه العينين وحدد ليه المسار ديال حياته كلها. تربى الجابري في عائلة متدينة شغوفة بالمعرفة، وكان جدو من أمه كيعلموا القرآن ودخلوا للمسيد باش يتعلم القراية والكتابة حتى حفظ الثلث ديال القرآن، وانتقل لواحد المسيد اخر امور ما تزوجت امو بالشيخ اللي كيقري في داك المسيد، حتى دخلوا عمو في واحد المدرسة ديال فرنسا قرا فيها عامين. القراية في مدرسة فرنسية كانت خيانة بالنسبة للوطنيين، خيانة للدين والوطن، هكا كانوا كيقراو فيها بالتخبية. وبقى فيها عابد حتى داروا واحد المدرسة وطنية في مدينة فيقيق وانتقل ليها، دا فيها الشهادة الابتدائية عام 1949. كيقول الجابري أن الانتقال من المدرسة الفرنسية للمدرسة المغربية خلى لي في النفس ديالي واحد الآثار كبير، بقى كيوجه النظرة ديالي للأمور، وحسيت بكري بهذا الآثار ورضيت به. في عام 1957 دا الجابري الشهادة ديال البكالوريا وسافر لدمشق، قرأت مع عام واحد وجاب شهادة الثقافة العامة، ورجع للمغرب باش يلتحق بقسم الفلسفة في الكلية ديال الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط. في هذه الفترة خدم أستاذ ومعلم حتى ادى الإجازة في الدراسات المعمقة، ودى دكتوراه الدولة في 1970 على موضوع العصبية والدولة مع عالم النظرية الخلدونية في التاريخ الإسلامي، وخدم في نفس الكلية كأستاذ ديال الفلسفة والفكر العربي الإسلامي. قبل ما يتشهر الجابري كفيلسوف ولا كمفكر، كان نشيط في بزاف ديال المجالات وهو مازال صغير. كان في خلايا العمل الوطني ضد الحماية الفرنسية، وانضم لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكان عضو بارز في المكتب السياسي ديالو لسنوات طويلة. واخا المعطيات التاريخية كتشهد باللي هو ما كانش متفرغ للسياسة، وإنما كان كيشوف داك العمل السياسي هو التزام نضالي وصافي. كيقول عابد الجابري أن الاندماج بين الوطنية والسياسة في الوعي ديالو هو اللي كيفسر المواقف السياسية والسلوك الحزبي ديالو، وأنه كيقبل من راسه الخطأ وكاع الأنواع ديال الضعف البشري في السياسة ولا في غيرها، وكيزيد أنه ما كيتصورش من راسه شي سلوك انتهازي كما كان. يعني بغى يقول لك أنه هو كيرفض تكون السياسة قنطرة باش تكسب المناصب. في هذه الفترة كان الجابري كيكتب شي مرات في الجريدة ديال حزب الاستقلال وجرائد أخرى بحال المحرر والاتحاد الاشتراكي اللي كان كيصدرهم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكان كيكتب حتى في مجلة أقلام ومجلة الأهداف. الجابري كان من الكتاب المطلوبين بزاف في العالم العربي، استقر به الحال ككاتب المقال أسبوعي في مجلة المجلة. الجابري هو واحد من أشهر المفكرين ديال المغرب والعالم العربي كامل،
حيث الأفكار ديالو كانت هي البداية ديال واحد المرحلة مغايرة من تاريخ التفكير العربي. أهم هاد الأفكار انتقد فيهم العقل العربي والقضايا ديال التراث والديمقراطية والدولة الوطنية والهوية. الجابري عنده بزاف ديال الكتب صعيب نحدوها كاملة، ولكن من بينها قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ومدخل فلسفة العلوم وإشكالية الفكر العربي المعاصر والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى آخره. ولكن أشهر المؤلفات ديالو هي الرباعية اللي سميتها نقد العقل العربي، واللي فيها 4 ديال الأجزاء. الجزء الأول بعنوان تكوين العقل العربي، والجزء الثاني بنية العقل العربي، والجزء الثالث العقل السياسي العربي، والجزء الرابع العقل الأخلاقي العربي. النقاد شافوا أن الجابيري قدر في الرباعية ديالو يحلل العقل العربي بالدراسة ديالو للبنى الثقافية واللغوية واللي بدات من العصر ديال الكتابة، وانتقل لدراسة العقل السياسي ومرها بتكر مفهوم العقل المستقيل. وكيسالي عابد النتيجة هي أن العقل العربي خاصه اليوم إعادة الابتكار. المشروع الفكري ديال الجابيري كان كيحاول يجدد الفكر العربي الإسلامي باش يعاود يبنيه من الداخل، وشاف بلي هذا المشروع ديالو خاصه الوقت باش يتفهم. هذا الرأي ديالو عرف بزاف ديال الانتقادات. المفكر المغربي طه عبد الرحمن قال بلي عابد كيقول الكتاب داكشي اللي ما قالوهش، وما كيتصرفش مزيان في النصوص، وما كيعرفش التعريف، وطاح في بزاف ديال التناقضات، وما كيقدش ينتقد، وما عندوش المنهجية. الجابري ما كانش كيرد على المنتقدين ديالو إلا نادرا، واعتبروها شي وحدين أنه كيتكبر ولا كيستصغر من المنتقدين ولا كيتجاهلهم. ولكن بالنسبة لطه عبد الرحمن رد عليه وقال بلي خاصو يقول كان فهمش لداكشي اللي كيقول الجابري. ما كانش طه عبد الرحمن هو الوحيد اللي انتقد الجابري، انتقدوا المفكر السوري جورج طرابيشي حتى هو في كتابه نقد العقل العربي، واعترف باللي خصص 25 عام من حياته باش ينتقد الجابري. جورج طرابيشي اللي كان قال واحد النهار على كتاب الجابري باللي هاد الكتاب ماشي غير كيثقف بنادم، وانما كيغيره، اللي قراه ما يخرجش منه كما كان قبل ما يقراه. واكتشف من بعد كما كتب في المقال ديالو بعنوان 6 محطات في حياتي بأن الجابري كيشير في الهوامش ديال كتابه على إحالات ما كيناش في المراجع اللي ذكرها. الأدلة اللي جابها طرابيشي على الجابري قالوا عليها شي وحدين باللي صعيب تدحضها، حيث لمس فيها شي بلايص حساسة في الفكر والكتب ديال المفكر المغربي. والجابري ملي جا يرد على طرابيشي حول النقاش لشخصه، وقال باللي هو مسيحي وما عندوش ديك الدراية اللي غتخليه يتعمق في الفكر الإسلامي. ولكن هاد الشيء ما غينقصش من الإسهامات ديال الجابري في الفكر والثقافة، وعنده واحد العدد كبير ديال الجوائز في المسيرة ديالو الفكرية، بحال الجائزة ديال بغداد للثقافة العربية، والجائزة المغاربية للثقافة، وميدالية ابن سينا من اليونسكو، وجائزة ابن رشد للفكر الحر، وجائزات أخرين كتار. وهو كان كيرفض بزاف ديال الجوائز، ماشي تكبرا منه، وإنما كان كيحتار من الفكر وما كانش كيستنى الجوائز ولا يقايضها بهم. هاد الشي اللي كان كيبينو الجابري شي مرات وكيخبيه في مرات أخرى. 2 مرات وهو كيرفض جائزة غالية كان كيقدمها الرئيس العراقي صدام حسين، قال لهم باللي الاستمارة ديال الترشيح للجائزة ما كتشملش التخصص ديال الفلسفة، ورفض حتى الجائزة اللي كتقدمها اليونسكو في الشارقة، حيت قال باللي سبق له ودى واحد الإجازة بحالها في بغداد، ورفض جائزة في مجال حقوق الإنسان من الرئيس السابق ديال ليبيا معمر القذافي، حيت شاف أنه ما كيستحقهاش، وحيت ما دارت شي نشاط في حقوق الإنسان. الجابري ما رفضش غير الجوائز العربية، وإنما رفض حتى الجوائز المغربية. هاد الشي اللي بيين في واحد الكتيب صغير بعنوان مواقف، كان كيعتذر كل مرة أنه يدي جائزة المغرب للكتاب بلا ما يوضح الأسباب علاش. أكثر من هذا الشيء اعتذر 2 مرات على عضوية أكاديمية المملكة المغربية. في المرة الأولى كان بغى يبقى في المعارضة يعني الاتحاد الاشتراكي، وفي المرة الثانية حيت الحالة الصحية ديالو ما كانتش كتسمح. ولكن هاد الأعذار كانت واهية كما كيعترف الجابري، حيت بين في ذاك الكتيب من بعد بلي السبب الحقيقي هو أنهم ما ضموش عبد الرحيم بوعبيد
ولا شي مثقف اخر من حزب الاتحاد الاشتراكي للاكاديمية من نهار تأسست. مر واحد المعاناة كبيرة مع المرض غادرنا محمد عابد الجابري في 3 ماي 2010. كانت عنده 75 عام، وخلى مراه واحد الإرث فكري كبير، خلى سميتو تبقى خالدة في الساحة الفكرية المغربية والعربية.